يشدنو أن السجال بين النائب أنطوان زهرة ووزير الطاقة سيزار أبي خليل كمل لليوم الثاني. لم أتناول يوما شخصا بالشخصي، واليوم عيد الأم، بدي عيد كل الأمات وبعتذر منهم أنه اضطرقنا لأولاد بلا تهذيب. ما بظن ولا أم بدها تربي هيك، ويطلع كل من جاب سيرة مشروع بخصه يديره بالشخصي ويتجنى على الناس. وزير الخارجية عمل مؤتمر صحافي قال فيه أنه هو رح يتقدم بمشروع قانون بيسمح للمرأة اللبنانية بأنه تعطي جنسيتها لأولادها مع استثناء دول الجوار. حملة جنسية حق لي ولأسرتي اعتبرت أنه هيدا مش إنصاف للمرأة يلي هي بحق لها أن تعطي الجنسية لأولادها لو شو ما تكون جنسية بيون. ورجع وضح الوزير جبران باسيل هيدا الموضوع على تويتر.